فأنت اختار القصة اللي تشوفها مناسب. مثلا رحت الحجر، أنت عندك فكرة عن الحجر، ابني قصتك. فالفيلم هو في قيمته، في جوهره. بعد ما ينقر يرجع يحك. داون هيل نحط اثنين واللي على اليمين يكون خمسة أو ستة. طفيت الحريق إسعافات أولية، الحبل والعلم وأحياناً الجهاز. صيد بالصقور كان يدرب صقر علشان ياكل، بعدين تطورت شغلة هذه لحد ما كانت هواية وحب. طيب ايش سموها الحجر؟ الحجر لانها منطقة محجورة، لو تناظرون في الارض حتلقون اصداف لانه هذا المكان كان بحر. هذه يقول انها مقبرة لانه شوف هذا الاثار حقت اللي سكرود هنا مثلا يحطوا فيها اشياءهم الثمينة اغراضهم. اسمه جبل اثلب، هذا اهم مكان للانبار. احتياطات السلامة نفس ما قلنا لازم يكون البوت عندك مسدود بطريقة صحيحة، كل مكان هاي انكل بوت كل مكان احسن. اللي تقود فيه الخيل يمين ويسار هذا اللجام، كل ما كان الخيل عنيد كل ما كانت الحديدة أكبر. أفضل لحظة عندي اللي هو ستار جيزنج، ويوم عرفت مكان نجمة الشمال. مرة شكرا لكم كلكم انه تخلوا ده التريب الادفنتشر مرة حلو.